احنا دايرين نحافظ على السودان ده، ودايرين نقول للاغليه اللي رفعت صوتها ودبت بتشك في حلاقيمة دي داير تخويفنا، نحن حنمره، نحن حنأمن السودان. التيار الوطني الاسلامي العريض اللي بيشكل 98% من ابناء السودان باكر بيمرقوا، وباكر الجرزان دي بتخش هنا جحوره، وباكر دي بيرفعوا يدهم عن اولادنا ديل. ما بتحكمونا استهبال، نحن ال 98%، نحن ال 98% يا الخطيب، نحن ال 98% عمر الدقير، نحن ال 98% يا شزاز الافاق،